راعي الغزالي اللي طار بالشوط الرئيسي الأول بشعار ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ المري. تهانينا يا بن حفيظ على هذا الفوز. متابعينا مشاهدينا الكرام، أشواطنا مستمرة في هذا الصباح، شوط ينطلق على بركة الله. ويسرني نقل المايكروفون لأخي شجاع العتيبي. شكرا مطلق الأعنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح، فاعنا يا رب العالمين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ينطلق شوطنا الثالث وشوط الرئيسي للإنتاج وسن اللقاية الإبكار، ومسافتنا هي 5 كيلومترات. انطلقت هذه الشعارات وانطلقت هذه الأسماء بحثا عن الناموس في هذا الصباح وفي هذا المحلي الخامس. أتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول هنا مذخورة، عبد الله بن راشد بن محمد الزبداني من يتقدم مع مذخورة. شعار بن شابل يقدم انطلاقة مذخورة مع أول الأسماء وأول التحديات. المركز الثاني الوصول والقدوم من ثاني الأسماء، عمالة خليل بن سالم بن حمد البطين وشعار العمالة من يتقدم مع ثاني الأسماء. المركز الثالث الوصول والانطلاق من أسيل محمد بن راشد بن عبد الله الغالي، ينطلق مع أسيل من تحتل المركز الثالث. النقلة والدور مع المركز الرابع، هنا دواليب محمد بن سعيد بن محمد بو وضحى المري يتقدم وينطلق مع دواليب على رابع الأسماء. المركز الخامس من غيرت مع المركز الرابع، هنا الانطلاق والقدوم من الريم، صالح بن حمد بن صالح الشرقي يتقدم مع انطلاقة الريم على رابع الأسماء. المركز الخامس شعار بن عمارة ينطلق مع سيدة عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة يتقدم مع سيدة من تحتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء، للخمسة الشعارات والأسماء الحاضرة في هذا الصباح. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة والانطلاق الأول، وشعار الزبداني يتقدم مع الصدارة مقدما لنا مذخورة. عبد الله بن راشد بن محمد الزبداني، الزبداني يتقدم مع هذا الشعار ومع انطلاقة مذخورة. المركز الثاني الوصول من عمالة، عمالة مع ثاني الأسماء خليل بن سالم بن حمد البطين من يتقدم، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. المركز الثالث الوصول من قبل أسيل، أسيل مع ثالث الأسماء محمد بن راشد بن عبد الله الغالي من يتقدم مع أسيل على ثالث الأسماء. المركز الرابع الوصول من قبل سيدة، سيدة مع رابع الأسماء من تتسلل بدورها إلى ثاني الأسماء شعار عبد المحسن بن طالب بن عمارة. والوصول من هذا الشعار والقدوم من هذا الاسم، هنا سلاب أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري يقدم سلاب وانطلاقة سلاب من تحتل المركز الثاني. المركز الرابع الوصول من قبل الهلالية، صالح بن ناصر بن مسلم المري يتقدم مع
الهلالية على رابع الأسماء. المركز الخامس شعار الشرقي مع الريم، صالح بن حمد بن صالح الشرقي، ولكن راقبوا هذا الوصول، راقبوا هذا التقدم، راقبوا هذا الشعار المميز هنا في هذا الانطلاق. شهب بشعار سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يتقدم مع شهب على رابع الأسماء، ولكن أعود مع شعار الزبداني، أعود مع شعار بن شابل يتقدم مع أول الأسماء، مع أول التحديات. مقدما لنا مذخورة عبد الله بن راشد بن محمد بن شابل الزبداني مع أول الأسماء، مع أول التحديات، ولكن الوصول والانطلاق من هذا الشعار. من يتقدم في هذه اللحظات مع سلابة؟ أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري يتقدم مع سلابة، تغير مع أول الأسماء. المركز الثالث شهب واصلة، شهب حاضرة مع هذا الشعار. شعارك يا المهيري، شعارك يا المهيري. من يقدم لنا شهب؟ سعيد بن محمد بن مبارك المهيري مع ثالث الأسماء. المركز الرابع الهلالية صالح بن ناصر بن مسلم المري، وخامس الأسماء هنا سيدة بشعار بن عمارة. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين. الله يا سلابة بشعار المنصوري، بشعار المنصوري يتقدم مع سلابة على أول الأسماء وأول التحديات. أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري بن شابل مع مذخورة في مركز الوصافة مع ثاني الأسماء. المركز الثالث شهب بشعار المهيري يتقدم مع شهب الهلالية مع ثالث الأسماء. الله الله سلابة ولا شهب؟ شهب مع ثاني الأسماء، مع ثاني التحديات. غيرت شهب، انطلقت شهب، ولكن راقب الوصول، راقب الحضور هنا من الشبابية بن مروشد يتقدم مع الشبابية على ثاني الأسماء. شهب المهيري الشبابية، ولكن شهب مع أول الأسماء. المهيري غادر بالشوط الرئيسي للإنتاج مع شهب سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. سلام يا المهيري، سلام والسلامات إلى أبناء دولة الإمارات. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت الشبابية راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثالث سلابة أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري. المركز الرابع جرعة ناصر بن عبد الله الهاجري. المركز الخامس حبوبة حمد بن خجيم بن علي العذبة. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك شهب سعيد بن محمد بن مبارك المهيري على هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير. من غادر بالسلامات إلى أبناء الإمارات العربية المتحدة. توقيت الزمني 7:42 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شهب سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. المركز الثاني الشبابية راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد 7:43 87 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث سلابة أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري 7:46 31 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.